قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. مسألة تحريم زواج الإخوة في الرضاعة من بعضهم البعض، ما رأي العلم في هذا الخصوص وما أثر النفس على الإنسان؟ الملحدون شككوا في حديث النبي وفي آيات القرآن الكريم، وقالوا يعني ما هي المشكلة إذا رضع طفل من امرأة ثم تزوج بنتها مثلا، يعني فقالوا لا مشكلة في ذلك، ولكن الأبحاث الحديثة كشفت شيئا خطيرا حول المواد الموجودة في حليب الأم. هناك أجسام مناعية، وهناك ما يسمى بالخلايا الجذعية أو الجنينية موجودة في حليب الأم، في لبن الأم. هذا اللبن إذا دخل إلى أي طفل حتى لو لم يكن ابنها فإنه يحدث تغييرات دائمة في جسده، لأن هذه الخلايا الجذعية كيف يستخدمها العلماء اليوم؟ يستخدمونها في أحدث طرق للعلاج، يستخدمونها في تنمية أعضاء جديدة، يستخدمونها في عمليات زراعة الجلد، عمليات القلب، عمليات كثيرة جدا، لأن هذه الخلايا لها قدرة على النمو والتكاثر وإعطاء صفاتها لهذا الشخص. يعني بمعنى آخر، الأم عندما تعطي حليبا لهذا الطفل هي لا تعطيه مجرد سائل، تعطيه خلايا جنينية منها تحمل صفات وراثية لهذه الأم. فعندما تنتقل هذه الصفات الوراثية لهذا الطفل وينشأ وينمو فإنه يكتسب، أصبح جزء منها. ولذلك إذا جئنا بأم وجئنا بثلاثة أو أربعة أطفال ذكور ونساء رضعوا من حليب هذا الأم، فإن الصفات الوراثية لهؤلاء الأطفال تكون مشابهة لهذه الأم. إذا جاء طفل من خارج هذه الأسرة ورضع من هذه الأم لفترة، يعني ليس رضعة واحدة إنما عدة رضعات لفترة يعني كافية، فإن هذه الخلايا الجذعية بما تحمله من معلومات وراثية وبرامج خاصة بالأم، خاصة بنظام عمل جسم الأم، تنتقل إلى هذا الطفل ويصبح وكأنه ابنا لها وكأنه أخا لهم، نفس الصفات الوراثية. حتى هناك موضوع العاطفة والمودة يصبح بينهم، ينشأ بسبب هذه المورثات أو الصفات الوراثية التي انتقلت إلى الطفل. سبحان الله، هنا نلاحظ دكتور مدى تطابق الأبحاث العلمية الحديثة بالقرآن الكريم في تحريم زواج الإخوة في الرضاعة. نعم، فتكلمنا دكتور بعد إذنك عن هذا الموضوع. طبعا القرآن الكريم قال عن تحريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم كذا 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 وأخواتكم من الرضاعة. انظر، حرمها الله سبحانه وتعالى. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام وسع هذا المعنى وبينه، لأن الله قال في حقه لتبين للناس ما نزل إليهم، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني أنت إذا رضعت من، يعني إذا جئنا بطفل رضع من امرأة تصبح هي أما له لا تحل له، وبناتها بناتها يصبحون إخوة له لا يحلون له، سبحان الله. وإلا موضوع التوريث، هذا موضوع لا يدخل في موضوع الرضاعة، ولكن موضوع النسب والرضاعة يدخل فيه تحريم الزواج وكشف المرأة لوجهها وشعرها أمام أمور كثيرة جدا أخيها من الرضاعة. وبالتالي أنا أود أن أتساءل،
يعني هذه معلومات دقيقة جدا لم تدرك إلا في العصر الحديث، وتحديدا بعد اكتشاف الخلايا الجنينية في حليب الأم. ففي ذلك الزمن من كان يعلم بأن حليب الأم يحوي هذه الخلايا الجنينية التي تنقل مورثاتها لهذا الطفل، ليحرم الله علينا زواج الإخوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، طبعا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله وإياكم دكتور بالقرآن الكريم، بارك الله شكرا بكم جزيلا وجزاكم كل شكرا خير. شكرا. أهلا وسهلا. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان الذكر فتح الهدى.